الكرة الذهبية أو كما تعرف باسم البالون دور هي الجائزة الفردية الأشهر في عالم الساحرة المستديرة، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في حفل يقيمه في بداية العام لأفضل لاعب بالعالم. انطلقت جائزة الكرة الذهبية عام 1956، وكانت تمنح في ذلك الوقت لأفضل لاعب في أوروبا، وتقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث يعتبر غابرييل هانوت رئيس تحرير المجلة أنذاك المؤسس لهذه الجائزة. ولغاية عام 1995 كانت تمنح الكرة الذهبية للاعبين الأوروبيين فقط، وهذا الأمر حرم أساطير عديدة من الحصول عليها مثل بيليه ودييغو مارادونا وغيرهم. وكان جورج ويا نجم منتخب ليبيريا الإفريقي ونادي ميلان الإيطالي أول من حصل على الجائزة من اللاعبين الذين لا يحملون الجنسية الأوروبية بعد السماح لهم بالترشح. وبعد ذلك تحصل عليها عدد كبير من لاعبي قارة أمريكا الجنوبية. وفي عام 2009، وبعد حصول ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية الأولى في مسيرته، تم إصدار نسخة جديدة من الجائزة، حيث تم دمجها مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الفيفا، وأصبحت تحت مسمى جائزة الفيفا الذهبية.